ورد في الروايات الشريفه التي تحدثت عن اوصاف الامام الحجه عليه السلام بان فيه شبها من يوسف وموسى وغيرهما من الانبياء فلماذا استعمل ائمتنا هذا النوع من التوصيف او التشبيه بعباره اخرى لماذا التشبيه بالانبياء ولماذا هؤلاء الانبياء دون غيرهم هناك امران الامر الاول لتقريب المعلومه الى الذهن عرف عن يوسف الغيبه فمن هذه الجهه قضيه عرف عن يوسف الغيبه وعرف عن موسى مواجهه الطواغيت هناك صفات اخرى ذكرت في عيسى في بقيه الانبياء. هناك معلومات واضحه في اذهان الناس فجيء بهذه الامثله التي تقرب الفكره او تقرب الصوره. فضلا عن قضيه مهمه جدا هو الضعف العقائدي الشيعي. الى الان هناك نقاش هل ان الائمه افضل من الانبياء او ان الانبياء افضل منهم هذا النقاش موجود وحينما نريد ان نثبت شيئا للائمه نثبته للانبياء اولا فاذا ثبت للانبياء يمكن ان نثبته للائمه وهذا من سوء توفيق الشيعه ماذا نصنع وهذا موجود هذا من سوء توفيق الشيعه افضل الانبياء نوح نوح في يوم القيامه ياتي يطلب من رسول الله الشهاده الروايه موجوده في الكهف الشريف عن امامنا الصادق النبي يقول لحمزه وجعفر اشهدا له عند الله ثم يقول وهما الشاهدان على الانبياء نوح هو افضل الانبياء لذلك نخاطبه في زيارته السلام عليك يا شيخ المرسلين وحتى في التعبير القرآني بحسب الظاهر اللفظي لسياق الآيات وإن من شيعته لإبراهيم يعني من شيعة نوح إذا تقرأ الآيات بحسب السياق اللفظي وإن من شيعته لإبراهيم وإن كان في الروايات وإنه من شيعة علي ولكن السياق اللفظي أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار فنوح أفضل الأنبياء وهو شيخ المرسلين الذي يشهد له حمزة وجعفر وحمزه وجعفر في الروايات يغبطان العباس على منزلته وين الكلام هذا هذا من سوء توفيق الشيعة هذا من سوء توفيقه وذلك هذا النقاش الدار هذا النقاش كله نقاش ليس في محله فماذا يصنع الأئمة للشيعة يتحدثون بهذه الطريقة يقربون الصوره الفكره للشيعه ماذا يصنع لهم وهذه المشكله مشكله في الحقيقه مشكله فكريه وعقائديه موجوده في الوسط الثقافي العقائدي الشيعي